تتواصل في القاهرة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الأساسية والاحتياجات المنزلية بأسعار مخفضة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بالقاهرة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، وينضم إلينا أيضا من محافظة سوهاج محمد رفعت مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكما معنا، والبداية ستكون معك جرمين من أرض المعارض. ضعينا في المشهد لديك معرض أهلا رمضان، توافد الجمهور ومدى توافر السلع في هذا المعرض. نعم محمد، بعد التحية، كما ذكرت نحن تواجد في محافظة القاهرة في المقر الرئيسي لمعرض أهلا رمضان، بالتحديد في مركز القاهرة الدولية للمؤتمرات. هذا المعرض الذي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري، بيقام المقر الرئيسي لمعرض أهلا رمضان بمشاركة أكثر من 160 عارضا من مختلف الشركات الخاصة بتقديم السلع الغذائية وأيضا الشركات التابعة لوزارة التموين، إلى جانب تخصيص أجنحة للسلاسل التجارية الكبرى لإتاحة الفرصة لها لعرض المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين. إذا تحدثنا عن المنتجات المعروضة فهناك تنوع كبير في المنتجات ما بين السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت، إلى جانب أيضا مستلزمات شهر رمضان الكريم ويميش رمضان، وأيضا الخضروات والفاكهة. كل هذه المنتجات تعرض بأسعار مخفضة وبتخفيضات تصل إلى 30% على بعض المنتجات هنا، وبفارق أسعار عن الأسواق الخارجية. الحقيقة منذ تواجدنا في هذا المعرض يعني شهدنا إقبال كبير من المواطنين، تسهيلا عليهم بيتم توفير عربات للتسوق للمواطنين، والعربات بتخرج ممتلئة هنا من المقر الرئيسي لمعرض أهلا رمضان بمختلف السلع، لأن هناك تنافس كبير أيضا بين العارضين، فبالتالي بيتم تخفيض المنتجات وتقديم عروض مختلفة للمواطنين، فهناك حالة من يعني الرواج والحركة في الشراء والبيع داخل المقر الرئيسي للمعرض. وربما المشهد خلفي بيعكس هذا الإقبال من المواطنين لشراء مختلف السلع الغذائية، في خطوة تقوم بها الدولة لتخفيف العبء على المواطن بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم. هي أيام بتفصلنا عن نهاية المعرض وأيضا اقتراب شهر رمضان الكريم. كان هذا هو المشهد عندي، أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. هذا عن مشهد أهل رمضان بالقاهرة بأرض المعارض. نتحول إلى الصعيد ومحافظة سوهاج ونتابع المشهد هناك مع الزميل محمد رفعت. محمد، يعني ضعنا في المشهد لديك، مدى الإقبال على منتجات معرض أهل رمضان ووجود هذا التنوع ما بين السلع المقدمة لأهلنا في سوهاج؟ نعم، أقف الآن في إحدى معارض أهلا رمضان، هذه المعارض التي أقامتها محافظة سوهاج بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكل أجهزة المحافظة بهدف توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ربما تصل في بعض السلع إلى 30%. لدينا في محافظة سوهاج 17 معرض تم توزيعهم على مختلف مدن ومراكز المحافظة تحت عنوان أهلا رمضان. لدينا أيضا 6 معارض أخرى أنشأتهم وزارة الداخلية تحت عنوان كلنا واحد، هذه الشوادر أو المعارض موجودة في عدد أيضا من مراكز المحافظة. نتحدث أيضا عن معرض آخر لوزارة الزراعة تم إنشاؤه في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى معرض أنشأته المدارس الثانوية الزراعية لعرض منتجاتها وعرض جميع مستلزمات الألبان بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية. اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أعلن أن هناك 40 سيارة متنقلة تحمل كل السلع الغذائية الموجودة داخل هذه المعارض لتوصيلها إلى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنفس الأسعار المخصصة داخل هذه المعارض. وكانت مديرية التموين قد أعلنت أن هناك عدة فرق لمتابعة جودة السلع المعروضة داخل هذه المعارض بشكل دوري، وأيضا التزام الموجودين داخل هذه المعارض بيعني السعر المخفض الذي تم الاتفاق عليه.
مديرية التموين أيضا أعلنت أن هناك أرصدة وكميات كبيرة من الأغذية متوفرة ربما لعدة أشهر في محافظة سوهاج، السلع المربوطة على بطاقات التموين أيضا متوفرة ولعدة أشهر. هذه يعني هذا النموذج لو تشوف يمكن في الخلفية إقبال على هذه المعارض ربما يعني سعرها المنخفض. لدينا اللحوم الطازجة واللحوم البلدية تباع داخل هذا المنفذ ب 110 جنيهات فقط، هناك لحوم أيضا مجمدة بالإضافة إلى يميش رمضان وكل السلع والمستلزمات المطلوبة للشهر الكريم. المديرية مديرية التموين أعلنت أن هذه المعارض مستمرة طوال الشهر الكريم إن شاء الله. هذه هي الصورة لدي هنا في سوهاج. محمد رفعت مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من سوهاج تنقل لنا صورة مشهد معرض أهلا رمضان، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا بالطبع للزميلة جرمين إبراهيم مراسل التلفزيون المصري من داخل أرض المعارض، وأهلا رمضان بمحافظة القاهرة.